من الأخت الكريمة آمال تسأل عن ما يجوز كشفه في الليزر بالنسبة للمرأة للمعالجة أو الممرضة التي تقوم على هذا العمل. نعم، أما يعني سعر مواقع الجسم مثل كل أجزاء الجسم إلا ما يتعلق بالعورة المغلظة، هذا الذي لا تمارسه من باب الكراهة الحقيقة، ولا أجزم بالتحريم، هذا أقل أحوال الكراهة. أما ما يتعلق ولا إشكال في الساق ولا إشكال في بقية الجسم أيضا ما دون السرة إلى الركبة، هذا لا إشكال فيه. بقي موضوع ما بين الركبة إلى العورة المغلظة، أصح الأقوال أن الفخذ ليس بعورة، للمرأة للمرأة ليس بعورة، والرجل للرجل ليس بعورة أيضا على الصحيح، وإنما هو مما يكره، هو يعني من العورات المكروهة وليست المحرمة، وهذا قول للإمام البخاري رحمه الله وجمهرة من أهل العلم، بعضهم ينسبه إلى الجمهور أيضا. والحديث الوارد في هذا في النهي عن النظر إلى الفخذ مصروف بجملة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الفخذ، فهو على الكراهة التنزيهية وليس على التحريم. يعني بعض الفقهاء يرى أن ما يتعلق بما حول العورة المغلظة أنه صار من الحاجات، صارت هذه من الحاجات، والحاجات وصف الحاجة يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأوضاع، فيرى بعض أهل العلم من إخواننا بأن هذا مما يجوز في هذه الحالة لمسيس الحاجة إليه، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل في مسألة العورة المغلظة، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.